بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ورواه ابن ماجه أيضا من حديث أبي سعيد، إلا أنه قال: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فذكره. قال: ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر وعنده: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ الحديث. قال: وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال: عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث غريب. قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله: ورجال أسناده ثقات. ورواه ابن ماجه من حديث أنس أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، وابن حبان في صحيحه ولفظه: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين كذا قال. قال الحافظ: وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وزيد ابن حارثة وعائشة وغيرهم رضي الله عنه. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. رواه أبو داود من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: تسبيح الضحى يريد صلاة الضحى، وكل صلاة تطوع، وكل صلاة يتطوع بها فهي تسبيح وسبحة، لا ينصبه أي لا يتعبه ولا يزعجه إلا ذلك، والنصب بفتح النون والصاد التعب. هذه جملة من الأحاديث التي ذكرها الإمام المنذري في كتاب الترغيب، في كتاب الصلاة تحت عنوان الترغيب في المشي
إلى المساجد سيما في الظلم. نبدأ بالحديث الأول وهو حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. أول ما يلفت النظر في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ألا، ماذا نتعلم منها؟ يبقى نقول حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن أسلوبه في إيصال العلم لأصحابه. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أسلوبه في إيصال العلم لأصحابه، لأنه قال ألا أدلكم بأسلوب الاستفهام الذي يجذب انتباه السامع فيعي المعلومة كاملة وتستقر في ذهنه. يبقى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أسلوبه في إيصال العلم لأصحابه، لأنه قال ألا أدلكم بأسلوب الاستفهام الذي يجذب انتباه السامع فيعي المعلومة كاملة وتستقر في ذهنه. لأن الناس كما تعرفون ربما أنت تتكلم معهم وهم في غفلة عما تقول، يعني مش منتبهين، أنت قعدت وبدأت تتكلم وهو ده سرحان وده مشغول وده بيفكر في حاجة، فممكن معظم المعلومة تضيع على ما إيه يبدأ ينتبه ليك. لكن لما تقول له ألا أدلك على كذا، يبقى أنت عملت نوع من جذب الانتباه، هو خلاص انتبه، هتقوم بقى قايل له اللي أنت كنت عايز تقوله بعد ما حصلت عملية جذب الانتباه دي، فيبقى المعلومة هو أدركها من أولها، ما فاتهوش نص الكلام وانتبه في النص الثاني ولا فاته جزء منه، لا ده هو خلاص لما سألته السؤال ده انتبه ليك، فهتبدأ تلقي عليه المعلومة وفي تمام الانتباه وكمال التركيز فتحصل الفائدة. وهذا أيضا نستفيده نحن كدعاة، يعني نتعلم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أن تثير انتباه الناس وتجذب انتباه الناس بما تعرفه من أساليب العربية والمواقف التي تصلح لذلك حتى يعي السامع المعلومة، وكذلك ضرب الأمثال، تضرب له المثل حتى ينتبه أيضا لما تريد أن توصله إليه. فهو يسألهم ألا أدلكم، وبالطبع كل الصحابة يريدون أن يعرفوا ذلك، هو يعلم أنهم يريدون أن يتعلموا، ولكن هذا نوع من جذب الانتباه لهم، فأسلوب الاستفهام هنا لجذب الانتباه وليس على أو لما وضع له أو على أصله. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرغب الصحابة في هذا العمل، يريد أن يرغب الصحابة في إتمام الوضوء والمحافظة على الجماعة في المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فيذكر أولا الفضل، يعني بعد لم يذكر العمل ابتداء وإنما يذكر الإيه؟ فضل العمل أو الأجر الذي سيترتب على العمل، وهو محو الخطايا ورفع الدرجات، فبدأ بذلك. وهذا نستفيد منه الترغيب في العمل الصالح بذكر فضله وثوابه المترتب عليه، والتربية على ذلك لتنبعث النفس إليه وهي محبة، وتؤديه وهي مستمتعة ذائقة حلاوته. الترغيب في العمل الصالح بذكر فضله وثوابه المترتب عليه، والتربية على ذلك لتنبعث النفس إليه وهي محبة، وتؤديه وهي مستمتعة ذائقة حلاوته. أنت عايز تربي الشباب أو تربي الناس على الأعمال الصالحة، بدل أن تسأل فلانا مثلا تقول له أصمت أمس مثلا صليت بالليل ركعتين، هذه الطريقة ليست بالطريقة السوية يعني دوما، لأنها ربما يعني تجعل الإنسان في حرج، مرة يجيب ومرة يتهرب. لكن عندما تذكر أنت فضائل الأعمال الصالحة والثواب المترتب عليها، هذا يحفز النفوس لفعل الصالحات. يبقى نربي الناس على ذكر فضائل الأعمال الصالحة، نربي الناس على الثواب المترتب على العمل الصالح، نقول هذا لتنبعث النفس إليه وهي محبة،
إنه عشان يعمل العمل وهو حابب العمل، مش عشان أنت قلت له، عشان أنت هتحاسبه هتسأله أو أنت عامل له جدول يعلم فيه. التربية على بالطريقة النبوية هذه هي التربية القويمة، وتؤديه وهي مستمتعة به ذائقة حلاوته. هو بيأدي العمل الصالح عارف الثواب بتاعه، عارف الفضل بتاعه، هيبقى فيه نوع من الاستمتاع بالطاعة، يتذوق حلاوة الإيمان التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو طعم الإيمان. ثم هم أيضا هنا إذا فعلوا هذه الطاعات محيت عنهم الخطايا ورفعت لهم الدرجات. يبقى إذن ليس عندنا في الإسلام كهنوت، وليس عندنا واسطة في الإسلام. أذنبت تستطيع أن تدخل على الله عز وجل من باب الدعاء والعمل الصالح فتغفر لك الإيه، مش محتاج بقى تروح لواحد تعترف له ماشي كده وهو يرفع الاعتراف بتاعه. كلام كتير يعني إيه، نحن في غنى عن ذكره. نقول لا واسطة بين العبد وربه ولا نسب، بل العمل الصالح. لا واسطة بين العبد وربه ولا نسب، بل العمل الصالح، يعني لا كهنوت. فأي وقت شئت دعوت وتضرعت فغفر الله لك إن شاء الله. وهذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، سبب لماذا؟ لمحو الخطايا ورفع الإيه؟ يبقى نستفيد منها إيه؟ أن العمل الصالح سبب لمغفرة السيئات ورفعة الدرجات، أو أن الإنسان إذا أساء فليحسن، أتبع السيئة الحسنة تمحها. يبقى بدل ما الشاب بيبقى مشغول، هو زعم يعني أنه حزين على الذنب اللي عمله وعلى المعصية اللي عملها، فالحزن بتاعه ده يخليه ما يعملش طاعة كمان، أو يخليه يسيب الطاعة. نقول له سيبك أنت من الورع الكاذب بتاعك ده، وحاول تتبع السيئة بإيه؟ بحسنة. يعني مثلا شاب فعل معصية، فيجي مثلا يسمع أذان الفجر يقول ما انفعش أنا، هنفع أنا أصلي وهنفع كذا، فيروح إيه؟ سايب الصلاة. يجي مثلا أذان الظهر، طب أنا لسه عامل الذنب، ولا ده ينفع شكل واحد ينزل المسجد ويواظب؟ أو مثلا ممكن يكون صايم مثلا فيروح مفطر، وكل ده بزعم إن هو زعلان من الإيه؟ من الذنب. طب وإيه فايدته بقى الزعل ده والحزن ده؟ دي هتبقى وكسة بالنسبة لك وانتكاسة. لا، ده احنا عايزين الحزن أو الغضب أو الزعل بتاع المعصية اللي هو الاقتراف المعصية، اللي هو يوفقك بعد كده ويعينك على الإيه؟ اللي انت تتبع السيئة بإيه؟ أتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا أسأت فإيه؟ فأحسن. لكن انت أسأت فتريد أن تسيء كذلك وتقول أنا لست مقبول وعملي مش لا لا مش هينفع. يبقى أتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا أسأت فأحسن، اشغل نفسك بالصالحات. العمل الصالح سبب لمغفرة السيئات ورفعة الدرجات، سبب لمغفرة السيئات ورفعة الدرجات. وهذا رد على من يتكل على سعة رحمة الله تاركا العمل، هذا رد على من يتكل على سعة رحمة الله تاركا العمل. يقول لك رحمة ربنا واسعة وربنا غفور رحيم وإحنا داخلين الجنة، طب عملك إيه؟ إن قوما ألهتهم أمان المغفرة فخرجوا من الدنيا ولم يعملوا صالحا، يقولون نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. اللي بيحسن الظن بالله يبقى يجتهد في الصالحات ويجتهد في العمل الصالح، وإحسان الظن يبقى مبني على إن الصالحات اللي بأديها دي وإن كانت ما تنفعش ولا تليق بالله سبحانه وتعالى وفيها من التقصير ما فيها، لكن ربنا رحيم يتقبلها ويعطي عليها الكثير من الأجر، يقبل القليل من العمل ويعطي عليه الكثير من الإيه؟ من الأجر. يبقى ده اللي يبقى فيه إحسان الظن مع الاجتهاد في العمل الصالح. طيب الأعمال اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إسباغ الوضوء. إيه إسباغ؟ طب أولا يعني إيه يمحو الله به الخطايا؟ محو الخطايا يعني إيه؟ هسمع منكم، اجتهدوا كده وانتوا قاعدين، يعني إيه محو الخطايا؟ قولوا غلط هتجاوب يعني ايه محو الخطايا دي شخص ده، يعني ما بقاش مكتوبه في كتاب الملك، ممكن مكتوبه وربنا يغفر وممكن تتكلمش من الاساس. جزاك الله خير. ها، تبديل الخطايا بايه؟ بحسنات. ها ها، اتفضل.
التكفير ده معناه ايه؟ يعني هل تتمسح من كتب الملائكة ولا تفضل موجودة وما يبقاش فيه مؤاخذة بيها؟ تبدل حسنات. طب جميل، محوها بقى ازاي؟ يعني ايه محوها؟ طب اتوهنا ليه؟ ايوه، وبعدين تمحى، يعني ايه تمحى؟ ما اتكتبت خلاص. طيب، قال الامام النووي رحمه الله: كنايه، محو الخطايا كنايه عن غفرانها، كنايه عن غفرانها، ويحتمل محوها من كتاب الحفظه، وهذا نقله عن القاضي عياض. كنايه عن غفرانها، يعني الذنب اللي انت عملته يتغفر. يعني ايه غفر؟ ستر، لان المغفره متاخده من المغفر، والمغفر اللي هو ما يلبسه المقاتل حتى يقيه الضربات. انت عارف الخوذه اللي بتتحط على الراس، ها ليه العسكري بيحط الطاقيه بتاعته بتبقى حديد؟ ليه؟ ما ينفعش يلبس طاقيه وماشي زي دي، ولا عمه زي بتاعت عم عبده دي، ما ينفعش يلبس عمه في الحرب. ليه؟ قال ان في ضرب، فممكن شظيه تيجي، سيف يجي، طوبه تيجي، معنى كده يبقى الحديد ده بيقي الايه؟ الراس الضربات، اللي بنسموه ايه بقى؟ المغفر. ماشي كده؟ او الدرع مثلا اللي بيتلبس على الصدر، لكن هي في الاصل المغفر اللي هي الخوذه اللي بتلبس على الراس والوجه. عشان كده هتلاقي في الحديث: دخلت حلقات المغفر، حلقتان من حلقات المغفر في وجنه، الوجنه دي الوجنه، في وجنه مثلا، يعني حديد دخل في خده. ها، مش انت او انا، بلاش انت اللي بيقولوا، انت كل ما تقعد بتكلم الناس اكنك انت، يعني انا يا سيد، اللي احنا لما بنبص لبذلنا ونبص للعطاء بتاعنا للدين حاجه تكسف. الواحد مننا عشان يواظب على درس بيواظب قد ايه؟ والدرس اللي بيواظب عليه بيذاكر ولا لا؟ والدرس اللي بيذاكره بيعمل بيه ولا لا؟ واللي بيعمل بيه بيدعو اليه ولا لا؟ ما لازم نحاسب نفسنا. وكتير مننا هو كده واخد الموضوع بالدراع، يعني انا كده بصلي امام في مسجد خلاص، ابقى انا اللي بصلي وانا اللي اعلم وانا اللي ادرس وانا اللي اخطب وانا اللي اجاوب على الفتاوى. انت بتهلك نفسك. ده الانسان لازم يشفق على نفسه، لازم يعلم نفسه، لازم يواظب على الدروس عشان يتعلم وعشان يستزيد علما وعشان يتفقه في الدين. لان طالما انت بتدي يبقى لازم تاخد، والا هتفضى. صح كده؟ والخطر ان يحصل بقى انتكاس. خدت بالك ان الانسان يفضل يدي 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 وهو فاضي، والناس بتكبر فيه وتعظم فيه وتفخم فيه، وخصوصا ان هو ما يكون مثلا اسلوبه كويس، بيخطب خطبه بقى كويسه متحضره حلو، مش متحضره يعني حافظها، يعني هو ايه، شاف خطبه حلوه حافظها بالحركات بتاعه الشيخ، بايديه، بالزعيق بتاعه. خدت بالك؟ خدت بالك؟ فهو كده الناس يعني مبهوره، بس هو من جوه فاضي، ما درسش كتاب وسنه، ما بيتعلم، ما فيش دروس بيواظب عليها، ما فيش منهج ماشي عليه. انت ممكن تسقط في الحاله دي، ده امر خطير جدا. عشان كده لازم تهتم بالدرس اهتمامك بقلبك اكتر من اهتمامك باكلك وشربك. تبطل اعذار: اصل انا مش فاضي، اصل انا عندي كذا. ما ينفعش، احنا دلوقتي مصدرين اللي احنا نعلم الامه، ما فيش غير السلفيين اللي هيتولوا امر العلم. طب اما كلنا نتخلى، وده مشغول بشغله، وده مشغول بعياله، وده مشغول، طب ومين اللي هيقوم بالمهمه؟ هنتحاسب يوم القيامه. الحلقات حديد تخش في خد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيعمل ايه في المعركه؟ مش كان بيدافع عن الشريعه؟ مش كان بيدافع عن الاسلام؟ طب ما وصل لنا الاسلام، احنا عملنا ايه؟ واظبطك حتى على درس، اللي انت تحضر درس وتتعلم. ده خلل كبير في كتير من الاخوه، ان احنا خدنا من الالتزام شكل وخلاص بس، واقتصرنا على كده. مين اللي هيوصل للناس الدين؟ مين اللي هيعلم الناس؟ مين اللي هيشرح للناس؟ لازم نتعلم ونعلم. يبقى الحلقات اللي بقى المغفر ده اسمه مغفر لانه بيستر الايه؟ الراس. فاتخذت من هنا بقى المغفره. المغفره اللي ايه؟ ستر الذنوب والتجاوز عنها. مش كده؟ من اسماء الله الغفار، بيستر الذنب ويتجاوز عنه. معنى كده؟ يبقى محو الخطايا كنايه عن غفرانها. وقول انت كمان بتشرب وهتشرب، احنا هنقعد نفتح بقى قهوة يا ولا سمك بلا سبانخ، أنا مالي؟ معنى كده؟ يبقى كناية عن غفرانها، وإحنا عارفين الغفران اللي هو ستر الذنب ومحوه.
عشان كده قال ايه؟ ويحتمل محوها من كتاب الحفظة اللي هي الايه؟ اللي بتكتبه الملائكة. طب رفع الدرجات يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، يعني إعلاء المنازل في الجنة، رفع الدرجات إعلاء المنازل في الجنة. وانت حتى لما تبص على الإخوة واهتمامهم بالدروس والكتب، كم واحد قاعد معاه كتاب؟ ينفعش يا جماعة، دي أمانة. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. بتزعلوا مني؟ ازعلوا تحري الموضوع. أنت حتى نفسك الإنسان، أنا بتعلم لنفسي ابتداء، ورايا أسرة لازم أعلمها، ورايا أولاد هعلمهم، في مسجد، في وظيفة، في مدرسة، أنقل الكلام ده. أما تقعد بس تكلم الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده في حد ذاته خير كبير. هلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى. وبلى دي للإجابة على السؤال المنفي بالإثبات. لو قالوا نعم يعني بيقولوا مش عايزين، لكن بلى يعني أيوة، قول لنا. قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسباغ الوضوء، إسباغ يعني إتمام، إسباغ الوضوء إتمامه، كما قال النووي إتمامه، إسباغ الوضوء إتمامه. حط بقى أنت إتقان، حط إحسان، كل ده ينفع. يقال ثوب سابغ يعني ساتر، مش كده؟ فإسباغ الوضوء إتمامه، الإتيان بالفرائض والاجتهاد في النوافل اللي هي المستحبات الوضوء ونحو ذلك. إسباغ الوضوء على المكاره، المكاره جمع إيه؟ كريهة، جمع كريهة. والكلمة نفسها أشياء تكرهها النفس أو تفعلها بمشقة، زي الإنسان لما يقوم الفجر عشان يتوضى، فالدنيا برد، فهو مكروه لنفسه إنه إيه يتوضى بالماء البارد، ماشي كده؟ يبقى دي كريهة إلى النفس. أو مثلا إنسان جاي ينام، ومن السنة اللي أنت تنام على طهارة قبل ما تنامت إيه؟ توضى، ولا يتوضأ قبل أن ينام، يبيت في شعاره ملك، يعني يبقى قريب منه ملك من الملائكة، يبيت في شعاره ملك يعني قريبا منه من جسده، فكلما تقلب قال الملك اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. يعني أنت قدامك فرصة أن الملك يدعي لك بالليل، النهاردة إن شاء الله الليلة دي نتوضأ قبل ما ننام، وما تتقلب الملك يقول اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. يبقى حماية للإنسان من الكوابيس، حماية من الأحلام المزعجة ونحو ذلك، لأنه يبيت معه ملك من الملائكة. طب هنا بنقول المكاره تشمل الوضوء في المكاره، قال النووي تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. المكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم، يبقى الإنسان ممكن يكون بيغلب النوم عايز ينام، فمكسل إنه إيه يتوضى. ينفع؟ ينفع، ما الوضوء مش واجب ومستحب، بس يجاهد نفسه، النهاردة غلبها غلبته بكرة بعدها، وهكذا يجاهد نفسه، ماشي كده؟ يذكر نفسه بالثواب، لأن ده شيء إيه؟ يكرهه، فلما هو يغالب نفسه ويعمله يبقى ده سبب لإيه؟ لمحو الخطايا ورفعة الإيه؟ ورفعة الدرجات. محو الخطايا ورفعة الدرجات، يبقى بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. طب شدة البرد، طب دي كده دخلنا بقى في مسألة اختلف فيها العلماء، هل الأفضل أنها توضى بالمية الباردة ولا بالماء الساخن؟ لا، ما احنا مش هنقول لو في ضرر، لأن الضرر ده مفروغ منه، لو في ضرر نقول له لا خلاص سيب البارد. لا، ما فيش ضرر. ها، مية سخنة، ايه اللي الأيسر؟ هفتح حنفية هنا بارد وهنا سخن، فين الأيسر؟ ما الاثنين يسيرين اهو. الماء البارد، اختلف العلماء، فبعضهم قال يعني قصد الماء البارد ليس مقصودا والمشقة ليست مقصودة، ماشي؟
والراجح الله أعلم أن التعبد بالمشقة ليس مقصودا إلا فيما ورد به الدليل. التعبد بالمشقة ليس مقصودا، بمعنى عندك حج بري وحج طيران، وانت عارف الحديث بتاع عائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. النصب اللي هو الايه؟ التعب. يوم هو يقول طب ما هو البري تعب أكتر والطيران تعب أقل، لا أروح بري، لا نقول له لا روح طيران. طب عندي بري وعندي ماشي، عشان كده هتجد عن بعض السلف إن هو الكلام عن الحج ماشيا، فلان حج ماشيا، طب وعنده الركائب تقاد، يقول لك لا أنا ماشي أفضل عشان الثواب بتاعه أكتر. لا، نقول الثواب أكتر في حالة إن أنت ما فيش قدامك إلا البر إلا المشي. يعني لو قالوا اللي عايز يطلع يحج يحج، فتحوا الحدود، فهي هتبقى المصاريف بس مصاريف الأتوبيس وبتاع، مش أنت معكش حتى مصاريف أتوبيس، ما تستبعدش إن في ناس هتاخدها إيه شوقا للإيه لبيت الله. ماشي، هو معهوش تكاليف ومعهوش استطاعة أنه يركب فيمشي، لا مانع، لكن عندي استطاعة أن أنا أركب يبقى الركوب أفضل. ماشي، هتقول طب ما الآية بتقول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، إذا مش دليل على أن رجالا يعني إيه؟ ها؟ على الأقدار. طيب مش ده دليل على أن ده أفضل؟ أنتوا تهزوا رأسوا، أنتوا يمين يمين شمال، لا ما فيش دليل. ده الآية تصف حال الناس، يأتوك رجالا، اللي هو ما استطاعش اللي هو يركب حيجي إيه؟ حيجي ماشي على كده. ولذلك التعبد لله بالمشقة ليس مشروعا. إنسان يتعبد أنه يشق على نفسه، لا، إلا ما ورد فيه الدليل زي الوضوء. الوضوء ورد فيه إن إسباغ الوضوء على المكاره سبب لتكفير المحو الخطايا ورفع الدرجات. يبقى الإنسان قدامه مية باردة ومية سخنة، لو هو استعمل الماء البارد بهذه النية يؤجر إن شاء الله، لو ترك البارد واستعمل الماء الساخن لا مانع ولا حرج ولا إثم. واضح؟ لكن هو في إيه؟ في 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 قضية أنه يريد أن يتعبد بهذا الحديث، فهو يستعمل الماء البارد، لأن النبي قال إسباغ الوضوء على المكاره، النفس هتبقى كرهة للمية وهي ساقعة، فهو يتحملها لله سبحانه وتعالى، وطبعا قلنا بدون ما يبقى في ضرر، لأن لو أصلا أضر بنفسه يبقى نقول له لا ضرر ولا إيه ولا ضرر، ده فعل مستحب، واخد بالك؟ فالإنسان يترك إيه الحبل. طيب، يبقى إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى كيف تكون؟ أبعد أنا يعني؟ قال النووي ببعد الدار، ببعد الدار وكثرة التكرار، ببعد الدار وكثرة التكرار. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى، يبقى تكرار على طول، حريص على صلاة الجماعة إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. كأن يصلي المغرب مثلا، صليت المغرب مو خلاص، ما جيت من شغلي وما رايش حاجة، أقعد في المسجد أعمل إيه؟ أنتظر الإيه؟ أنتظر العشاء. يبقى بنقول هل الأفضل استعمال الماء البارد أم المسخن؟ خلاف بين العلماء، قيل هذا وقيل ذاك. يرى ابن القيم رحمه الله أن ذلك من الإيمان، اللي هو استعمال البارد، يرى ابن القيم أن ذلك من الإيمان، ولكن نقول لا يضر الإنسان نفسه ولا يفرط أو يقصر في وضوءه. ممكن إنسان يقول لك أنا أختار الماء البارد، هو أصلا مش هيعرف يتوضى به، زي مثلا واحد في صحراء، المياه بتبقى في الصحراء ايه واي برد تلج، فهو مش هيعرف يتوضى، ممكن يبقى في اجزاء ما يعرفش يغسلها من شده الايه. لا، نقول له في الحاله دي تستعمل الايه الماء الساخن. والامر يدور حول الافضليه، لا وجوب ولا تحريم. عمرو بن العاص، نعم، وهو من صور زياده الاجر في وجود المشقه لثبوت الحديث بذلك. لكن الانسان ان هو يتعمد ان هو يقيس على ذلك أن يشق على نفسه في أمور أخرى، نقول له لا، لا تفعل. طيب، وانتظار الصلاة قلناها، فذلكم الرباط، الرباط أصله، أصل الرباط إيه؟
حراسة الحدود هو القيام على الثغور. نقول بقى في الرباط يعني ايه ملازمة الثغور لحمايتها من الأعداء، من تسلل الأعداء. طيب ما ايه دخل ده بالإسباغ الوضوء وكثرة الخطى المساجد وتظهر الصلاة بعد الصلاة؟ ايه الرباط هنا؟ ايه فاهمين ايه علاقة الرباط بالأعمال دي؟ مرابط بينه وبين ماشي، بيقول لك بيحرس نفسه من الذنوب والمعاصي بالأعمال دي، انه حريص على الإسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى للمساجد، انتظار الصلاة، يبقى فيها حماية لنفسه من الذنوب والمعاصي، رباط. ها بيقول لك ان المرابط واقف بيجاهد الأعداء وده بيجاهد نفسه، ايه رأيكم؟ تمشي؟ تمشي؟ طيب عشان خاطرك بس أول مرة تحضر. ها؟ ايه كمان؟ ها؟ إن الرباط فيه ملازمة للصغور، ما ينفعش عسكري يسيب الصغر يتمشى شوية ويرجع، واللي عنده مشوار وجاي ويسيبه فاضي، فيها مداومة وملازمة، والأعمال دي برضو عايزة إيه؟ مداومة وملازمة. إيه كمان؟ أنت بتكتبش؟ ده فوائد غالية قوي، ده مش عندي، ده أنا عايز أكتبها. إيه كمان؟ كأن الذي يداوم على هذه الأعمال الصالحة يحمي قلبه وثغور قلبه من تسلل الشيطان إليه، يعني كأن الإنسان اللي يواظب على هذه الأعمال الصالحة يحمي ثغور قلبه، لأن القلب محل الإيمان. هو الإيمان بتاعك فين؟ في راسك ولا في رجليك ولا في إيدك ولا فين؟ القلب. يبقى ده مكان الكنز، وفي عدو عمال يدور حوالين القلعة عايز يتسلل، له مين؟ ماشي. والقلعة دي لها منافذ كتير، منفذ العين، منفذ الأذن، منفذ اللسان، منفذ اليد، منفذ فهو عايز يدخل من أي إيه؟ منفذ من دول. فانت لما المنافذ دي تشغلها بالطاعه يبقى بتقفل الطريق على مين؟ ما يعرفش يتسلل لقلبك. وضحت كده؟ يبقى يعني كان الذي يؤدي هذه الصالحات يحمي قلبه من ايه؟ من تسلل الشيطان اليه. طيب الحديث الذي بعد ذلك، أو ممكن نقول آخر فايدة بقى، عظم أثر الصلاة في حياة العبد، فخطواتها ووضوءها والجلوس لانتظارها وأذكارها وأفعالها كلها رفعة للدرجات وتكفير للسيئات، فيا حسرة المتهاونين المتكاسلين. الصلاة دي عبادة عجيبة فريدة، كل حاجة متعلقة بالصلاة هتلاقي من وراها نفع. عظم أثر الصلاة في حياة العبد، خطوات، حتى الخطوات وانت ماشي للمسجد، رايح للمسجد بتاخد عليها ايه؟ أجر. الوضوء تكفير للسيئات، الجلوس عشان مستني صلاة، انت قاعد في اي حتة تانية تاخد حسنات الإثمين، تقعد هنا تستني صلاة تاخد على الأعاد ايه؟ تاخد على الجلوس أجر. الأذكار بعد الصلاة، الأفعال نفسها أفعال الصلاة، كل ذلك رفع للدرجات وتكفير للسيئات، فيا حسرة المتهاونين. سنة ما بيصليش، فين هو من كل الثواب ده؟ الحمد لله اللي احنا بنصلي، صح ولا ايه؟ احمدوا ربنا. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه، او في الرواية الثانية في لفظ ابن ماجة، قال صلى الله عليه وسلم: كفارة الخطايا اسباغ الوضوء على المكاره واعمال الاقدام الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. في الرواية الثانية: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا، بدل إيه؟ يمحو ويرفع به الدرجات. في الرواية الثالثة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب. في حديث سيدنا علي اللي بعد كده قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا.
سمعت الحديث ده قبل كده؟ عايز يتكتب ده ويتعلق في الشارع. طبعا ما فيش امن دولة ولا هتخاف. كنت بتعمل عايزين نجيب بانر كبير كده، لوحة جلد كبيرة كده، وتكتب بقى ايه كل مثلا اسبوع تكتب حديث، ولا كل شهر، بلاش كل اسبوع، ممكن يتكتب على اوراق ويتعلق برضه. خدت بالك؟ اسباغ عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسباغ الوضوء في المكاره، واعمال الاقدام الى المساجد، وانتظار الصلاه بعد الصلاه، تغسل الخطايا غسلا. غسلا ده تاكيد لمحو الخطايا والتجاوز عنها والعفو. واعمال الاقدام الى المساجد، هذه الجارحه او هذا العضو الذي رزق الله عز وجل العبد، ان لم يستعمله في الطاعه ربما استعمله في المعصيه. عشان كده اعمال الاقدام الى المساجد، رجليك ليها عباده وايديك ليها عباده وسائر الجوارح وسائر الاعضاء. وهذا من الاثار التي تكتب للانسان. بطل لعب واسمع احسن، يعني مش جايب كتاب وعمال تلعب كمان. هذا من الاثار التي تكتب للانسان بعد الايه؟ بعد الموت. انا نحن نحيي الموتى، اضحك يا اخوي، ونكتب ما قدموا وايه واثارهم. من الذي يكتب، من الاثار التي تكتب، هذه الخطوات التي يمشيها الانسان الى المسجد. حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح. غدا يعني ذهب، الغدو الذهاب، الذهاب. طب الرواح؟ الرجوع. وأصل الغدو المضي من بكرة النهار، والرواح بعد الزوال. بعد الزوال اللي هو إمتى؟ بعد الظهر، زوال الشمس اللي هو زوالها عن كبد السماء، اللي هو دخول وقت إيه؟ وقت الظهر. يبقى الغدو الذهاب، الرواح الرجوع. أصل الغدو المضي من بكرة النهار، والرواح بعد الزوال. من غدا إلى المسجد أو راح، يعني في أي ذهاب وأي رجوع، يعني في أي وقت أقصد، ذهب أول النهار أو ذهب آخر النهار، مش رجوع بقى. الرواح ده وإن كانت تطلق على الرجوع، لكن المراد بالحديث من غدا إلى المسجد أو راح، يعني ذهب أول النهار أو ذهب آخر النهار، في أي وقت يذهب إلى المسجد، إيه اللي يحصل له؟ أعد الله له في الجنة نزلا. ليه؟ لأن الإنسان إذا أتاك زائرا في بيتك فعليك إكرامه، وإكرام الضيف واجب. حتى ذكر بعض العلماء: إن لم يفعل يؤخذ ذلك قهرا من ماله، إكرام الضيف. طيب أنت تأتي الإنسان في بيته فيكرمك، طيب أنت تأتي الله عز وجل في بيته، فين الواجب بتاعك؟ فين الضيافة بتاعتك؟ فين القرى بتاعك؟ بتاكل في الجامع؟ ما تردوا علي. طب فين بقى؟ والله أكرم الأكرمين، العبد أكرم من الرب. طب فين أنت بقى؟ أنت خدت إيه بقى على الزيارات الخمس؟ رايح فين؟ ماشي امتحانات. خدت ايه بقى على الزيارات المتتابعة كل يوم دي؟ يبقى هيعد ليك الاكرام، بس هيبقى فين؟ في الجنة. تاخده في الدنيا ولا في الجنة احسن؟ دنيا ايه؟ وكأن الناس تؤثر الحياة الدنيا، بمعنى ايه؟ لو اتقال اللي هيصلي في كل صلاة في المسجد هياخد وجبة كباب مثلا، ولا فرخة، ولا لو اتعمل كده اعلان كده للشعب، اخد بالك، الناس كل واحد هيصلي وهو طالع هياخد معاه ايه؟ غدوه بقى، يعني ايه الحاجه بسلطاتها بعيشها مش عارف بايه، كيس كده وانت ايه؟ هيبقى ايه؟ هيبقى ايه الحال؟ مش ده واقع؟ طب الناس ما بتصدقش ربنا؟ ما بتصدقش النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بيقول لك كل مره تيجي المسجد هتكرم، بس الإكرام بتاعك مش هينفع في الدنيا، ها؟ فين؟ في الآخرة. شفت أما تقعد تحسبها بقى كده، يعني أنا مثلا بصلي بقالي 20 سنة،
20 سنة في 365 يوم، 20 في 300 6000 في 5 30000 ايه؟ 30000 نزل. ها تخيل بقى، عشان كده الانسان لما يقعد يفكر الجنه دي حاجه وايه نزل الجنه ده، ايه نظامه، واي طير واي لحم واي فاكهه، الناس هتبدا تتظبط هي عايزه تعش، خدت بالك؟ عشان كده اقول لك اوعى اما تقعد تلاقي نفسك بتكسل عن الصلاه، فكر في دي وقارن بينها وبين النزل الدنيوي، فكر فيها. وكأنك انت مثلا رايح لواحد غني جدا وكريم جدا، هيجهز لك اكل ايه؟ ما بالك بقى بالله. يبقى اللي ما جيتش المره اللي ما جيتش فيها المسجد دي راحت ايه؟ راح النزل بتاعها. شوف الانسان لما يبقى متحسر على عزومه فاتته، اخد بالك؟ يقول لك يا فين وفين لما بتيجي، ودي ناس بتظبط اللي بيروح لهم يعني، يبقى زعلان عشان غدوه فاتته ولا حاجه. ما بالك بقى لما نزل يفوته من الجنه. حاجه فعلا عايزه تفكير يا من غدا الى المسجد او راح، اللي بيصلي في بيته بقى راح خلاص، شوف حرم نفسه من قد ايه. الله المستعان. اعد الله له نزلا ولا نزلا؟ ازاي؟ ها الاثنين صح، بس كل واحده ليها معنى. نزولا بضم الزاي، المكان الذي يهيئ للنزول فيه. اقول لك انا اعدت ليك نزل، نزل من النزول يعني ايه؟ مكان هتبيت فيه وتقعد عندي فيه وفرشته لك وفي غطا وفي بدل ايه النزل. لكن نزلا الحاجه بقى اللي هتتقدم لك، يعني انت هيئت له المكان اللي هو الايه النزل، هتسيبه يقعد على النزل وخلاص من غير ايه اكل، ولا هتجيب له الاكل؟ ده بقى بنسميه الايه نزل بتسكين الايه ازاي. يبقى نزل المكان الذي يهيئ للنزول فيه، نزل هو ما يهيئ للقادم من ضيافه، واجب الضيافه ما يهيئ للقادم من ضيافه. الكلام اللي انا قلته لكم ده بالمعنى انا كاتبه هنا، بقول فيه ايه؟ يتفكر العبد في هذا الثواب العظيم الذي يعده له ارحم الراحمين. فالانسان اذا ذهب لاخر في بيته اكرمه، سيما لو كان كريما غنيا، فكيف بالغني الكريم سبحانه؟ وأنت تدخل بيته 5 مرات في كل يوم وليلة، وكم تكون فرحتك يوم القيامة إذا دخلت الجنة ورأيت ثواب تعبك، جزاء نصبك. الناس بتنام وانت بتقوم تصلي، الناس بتكسل وانت بتنزل، الناس بتقف في شغلها وانت بتوقف الشغل وتوقف المكنة وتوقف العربية وتنزل عشان تصلي. ما بيروحش عند ربنا. يعد لك في الجنة ايه؟ نزل. تفكر حين كم تكون فرحة الإنسان إذا رأى ما أعده الله له في الجنة، وكم هي حسرات المتكاسلين عن صلاة الجماعة لما يلاقي حتى لو دخل الجنة. شوف الثواب بتاع المحافظ على صلاة الجماعة كان قد إيه، وشوف هو عشان ما بيحافظش ضاع عليه قد إيه. وأقول لكم الناس لو تربت على الأحاديث دي هيبقى إيه أثرها فيها، وده بيبين تقصيرنا احنا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. الباب ده مهم جدا في الكتاب، ولازم حضراتكم تهتموا بيه وبشرحه، وتعرف معاني الاحاديث، وتاخد الاحاديث وتروح تنقلها للناس، وتكلم كل اللي تشوفه واللي ما بيصليش تروح وتنصحه. لو احنا اشتغلنا بالموضوع ده بالصورة دي كده الواقع بتاعنا هيتغير. كنت في بعض المعاهد بتكلم مع الاخوة، فقلت لهم نعمل كذا ونروح البيوت ونلف وندعي. النهارده قابلنا واحد قال لي احنا روحنا فعلا ولفينا وجبنا 5، هعمل ايه معاهم؟ قلت له حضرهم بقى درس وحفظهم قران. قال لي واسيبهم واشوف غيرهم؟ قلت له لا، امشي مع ده وشوف غيره وخدهم معاك يشوفوا غيرهم. حركه. لكن كتير من الناس دلوقتي يسمع وايه؟ ما يعملش حاجه. انت سمعت احاديث اهي، لو اتحاسبت يوم القيامه عن تبلغها هتقول لربنا ايه لو ما بلغتهاش؟ والرسول امرك قال بلغوا عني ولو آية. انت كم حديث؟ حديث ياما. يبقى انت خلي نيتك في الدرس اللي انت تحضر عشان تتعلم، عشان تعمل، عشان تبلغ وتدعو الى الله سبحانه وتعالى. وهو ده التغيير الحقيقي للشعب، مش تغيير نظام ولا تغيير حكومة. سيبنا من الايه، من
الكلام ده كله والمهاترات دي كلها، التغيير الحقيقي للشعب انه يتربى على ايه؟ على الكتاب والسنة. وتفكر ما يحل فيما يحل بقلب عبد فقير، فاتته مائدة غني من الأغنياء عليها ما لذ وطب من فاخر الأطعمة والأشربة، فصاحب البيت أي المسجد يعد لك نزلا، يعد لك نزلا في الجنة مع كل صلاة تكرم به وتضيف به عند الله عز وجل. حديث الأخير. قال عن بريدة رضي الله عنه قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. حديث آخر عن أبي هريرة، ده حديث بريدة، حديث أبي هريرة: إن الله لا يضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. حديث أبي الدرداء: من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. وفي لفظ: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة. حديث سهل بن سعد: ليبشر أو ليبشر، ليبشر أو ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. تلاحظوا أن الحديث رواه أكثر من صحابي: بريدة، أبو هريرة، أبو الدرداء، سهل بن سعد. وقال لك دروي كمان عن إيه؟ عن عائشة وعن ابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وزيد بن حارثة. ها؟ لا، ما قلش متواتر. مين اللي قالك إنه متواتر؟ متواتر لازم في الطبقة عدد يستحيل العدد تواطؤهم على الكذب. عدد ده قيل 10، قيل 40، قيل 30، قيل 300، لكن الراجح الاعتبار بحال الأشخاص دول. فإذا نص العلماء على أنه متواتر يبقى متواتر. أنا عايز أقول لك شوف الحديث ده وتذكر عن كم صحابي والمعنى الجميل اللي فيه، وهو إيه؟ أن الإنسان الذي يقاسي شدة المشي في الظلام ليصلي في المسجد يكون الجزاء من جنس العمل أن يرزقه الله عز وجل نورا يوم القيامة. أنا لما باجي أشرح الحديث ده بقول الحديث ده مش في أيامنا، حديث ده زمان. لا، مش معناه اللي أنا بلغيه، لا معاذ الله، لكن اللي كان بيعيش الحديث ده فعلا أو ممكن يعيشه دلوقتي الناس اللي في الصحراء، الناس اللي ما عندهمش أصلا كهرباء، لأن معنى غروب الشمس في حياتهم إيه؟ ظلام، خصوصا ما فيش قمر في الأيام اللي فيش فيها قمر. شوف بقى، أما واحد يبقى وجربها أما تزور حد مثلا في صحراء والمسجد بعيد عن البيت، هيصحى بقى الفجر ما هو شايف، إذا أخرج يده لم يكد يراه ولا شايف قدامه خطوة، وشوف الشارع أو الصحراء ممكن يبقى فيها إيه، هو يتحمل كل ذلك ويتخلل. شوف حتى التعبير النبوي: إن الله لا يضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. يبقى المشقة التي يعانيها ويقاسيها تنقلب يوم القيامة نورا، كما أنه احتمل مشقة الظلام يجازى يوم القيامة بنور ساطع. بشر المشائين فيها أولا استحباب تبشير المؤمنين، استحباب التبشير بالخير، لأن إدخال السرور على العبد مما يحبه الله، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على إيه؟ على مسلم، سرور تدخله على مسلم. فعشان كده عايزين نبشر الناس. واحد بيصلي معاك الفجر ومداوم تقول له الحديث ده، قل له أنا عندي ليك بشرة من النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. تدخل على قلب السرور، تبقى من أحب الناس إلى الله، من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على إيه؟ على مسلم. المشائين جمع مشاء، وهذه صيغة مبالغة، تطلق على من يداوم الخروج لصلاتي الفجر والعشاء، لأن الاثنين دول بيبقوا في الإيه؟ في الظلمة، صيغة مبالغة لمداومته على الخروج لصلاتي الفجر والعشاء. وده يبقى فيه فضيلة هاتين الصلاتين، فضيلة هاتين الصلاتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يبقى عظم فضل هاتين الصلاتين لأن المشقة فيهما أعظم، فالثواب كذلك. يبقى دي برضو من المشقة اللي تحتمل، معنى كده يعني أنا ممكن أركب وممكن أمشي، المشي إيه؟
أفضل، مع أنه ممكن يكون في مشقة بس أحتملها الثواب يبقى إيه. عشان كده هتلاقي في حديث الجمعة مشى ولم إيه ولم يركب. طيب فيه أيضا ذكر الثواب والفضل مما يحفز الناس لفعل الصالحات. عايزين نستعمل ده في دعوة الناس لصلاة الفجر، عايزين كل واحد مننا يتحمل المسؤولية يا إخواني في الدعوة للإسلام. إحنا المفروض إحنا كمسلمين بندعي الكفار، إحنا دلوقتي عايزين ندعي المسلمين، دي ورطة كبيرة جدا. فما بالك لما كمان نكسل في دعوة المسلمين، أمال الكفار مين اللي هيوصل لهم؟ فإحنا ابتداء عايزين نكثف الدعوة. إحنا عاملين عندنا في المسجد هنا شهر التحفيز للمحافظة على الصلاة، في إعلانات بتتعلق وفي خطب جمعة وفي بعض المشايخ الكبار هيجي يدي ندوة برضو عن الصلاة، وبناخد كده كل شهر موضوع نعمل عليه دعاية عشان ننبه الناس ليه. فاحنا عايزين برضو كل واحد مننا يتحمل مسؤولية نحو الدين، كل واحد في منطقته وفي مسجد من المساجد يحاول يدور على الناس اللي ما بتصليش، ويحاول يبعت لهم برقيات، برقية فيها بشرة، مثلا بشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكتب له ايه. مش دي فكرة تنفع تتعمل يا ابني؟ طب ما تكتب، اكتب يا عم سيبك منه بتاع الصعيد ده. يبقى هنقول تعمل برقية كده جميلة في المطبعة، تعمل لك 1000 ايه واحدة ولا 300 واحدة، تكتب عليها بشرة، وتكتب يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالنور التام يوم القيامة إذا كنت ممن يحافظ على صلاة الإيه؟ ننتظرك في المسجد، إخوانك بمسجد كاس، ننتظرك في المسجد دي تعمل إيه؟ أخد بقى إيه؟ دعوة السلفية ماشي وهم، عشان يقول لك السلفيين مش رايح، اكتب سيبها بس دلوقت، أخد بالك؟ في ناس كده وتقول له مثلا ايه المسجد حن اليك، شوف حن دي ماشي اي حاجه جميله جدا، وتبعت بقى دعوات للناس في البيوت وفي المحلات، هتلاقي ناس هتيجي ولا لا؟ ان شاء الله هتلاقي، جه 5 جه 2 جه 3 جه 1، نعمه صح ولا لا؟ لكن نبقى بنعمل حاجه بنتحرك. اوعى تقول اصل انا بعمل والناس ما بتجيش، او اصل انا لو عملت مش هيستجيبوا. لا، انت عليك بالدعوه، ادعو الى سبيل ربك. الناس بقى اهتدت ما اهتدتش دي مش ليك، ولا كلام غلط؟ ان انت الا نذير، خلي بالكم عشان احنا لما نحاسب يوم القيامه انت في منطقتك عملت ايه. يا رب ما كانوش هيستجيبوا، انت مالك ايه ضممت، انت شققت عن قلوبهم. يبقى كل واحد في مكانه يبقى كده ايه نور ليشع على الناس اللي حواليه، اشتغل، محدش هيقولك انت بتعمل ايه. يبقى التبشير فيه أيضا ذكر الثواب والفضل مما يحفز الناس لفعل الصالحات، فلنستعمل ذلك في دعوة الناس. وأيضا بشر المشائين، فيه أن الصلاة نور للعبد في الآخرة وهي كذلك في الدنيا. اللي عايز الآخرة بتاعته يؤتى فيها النور يبقى يهتم بالصلاة، وخصوصا صلاة الفجر نور لك يوم القيامة. طب انت محتاج النور يوم القيامه فين؟ على الصراط. وايه كمان؟ قال صلى الله عليه وسلم ويعطى الناس النور على قدر اعمالهم، فمنهم من يعطى نورا كالجبل، ومنهم من يعطى نورا مثل النخله، ومنهم من يعطى نورا على قدر ابهام قدمه، يضيء مره ويطفئ مره. وعايزك تعيش بقلبك المعنى ده. لو قلنا مثلا الصراط، الصراط لو دي فتحة النار، الصراط يبقى فين؟ يبقى ايه فوق على متنها، على متنها يبقى كده ماشي كده. طب المسافة، مسافة النار اللي هي عليها الصراط قد ايه؟ لو انا قلت لك انت مكلف اللي انت تمشي الكرة الارضية كلها تلفها، دي مسافة كبيرة معايا كبيرة. طيب جهنم تاخد كم كرة أرضية؟ أقرب لك المسافة. الشمس، في ناس ما بتحضرش درس الحد، الكلام ده قلناه في درس الحد. الشمس 9 مليون كوكب أرض، يعني لو قلنا دي الشمس كده ودي الأرض نحط فيها كام؟ مليون ماشي. الشمس والقمر مكوران في نار جهنم يوم القيامة، يعني الشمس حط في النار يبقى النار 9 كام؟ ما لا ده اللي احنا ده بيقول الشمس اتحطت، ممكن تبقى ايه؟ يبقى المساحة بتاعت النار اللي فيها الصراط، حضرتك هتمشي على الصراط المسافة الطويلة دي.
هياخد منك قد ايه؟ والواحد لما يخلص ويوصل للاخر ويقابل واحد صاحبه، شوف بقى اخد بالك، قطع طريق، وتلاقي في ناس خلاص دخلت الجنه وانت لسه راكب الصراط، لان منهم من يمر كالبرق، شوف سرعه البرق، منهم من يمر كالطرف، منهم من يمر كشد الرحل او الرجل، يعني واحد راكب فرس وبيجري، اجاويد الخيل، اجاويد الركاب، جمل مسرع. هتقول لي الجمل بيجري؟ اه بيجري، شفت الجمل وهو بيجري؟ بس هتقول ده بقى ده تعبان خالص. طب ما ده في تاني واحد بيمشي على بطنه ورجليه حتى يمر احدهم يسحب. خد بالك، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، يعني هو ماشي على الصراط ايد وقعت مسك التانية، رجل وقعت مسك، بتحس الموضوع مهول جدا. يعني بس لو انت قعدت تفكر بس في الصراط وازاي بس نعدي الناحيه التانية، ده موضوع كبير. اهو اللي بيساعدك بتاخد بسبب نور على الصراط، المحافظه على صلاه الفجر. يبقى اجتهادك بقى اللي انت تجيب الشارع كله في صلاه الفجر، ده مصلحتك انت، عشان هتنور لنفسك الايه مع الاهوال دي والطول الكبير جدا ده، في شوك على الصراط، شوك، وفي خطاطيف بتطلع من النار تخطف الناس، وفي حمل شايله على ظهره وهم يحملون اوزارهم على ظهوره. تخيل الموقف يبقى ايه، اي رعب، وفي ناس بتقع وبتصرخ رجليها فوق وراسها تحت. طب ايه الموضوع؟ هول فعلا. يبقى انا عايز اعدي بسرعه، يبقى تبقى سريع للصالحات في الدنيا، يبقى يعطى الناس النور على قدر اعمالهم، السرعه برضو على قدر الايه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وان كان شريفا قرشيا. يقول لك انا قريب النبي عليه الصلاه والسلام، والله لو خلاص ما فيش، ما تنفع العمل. عشان كده لما نقول للاخوه يا جماعه صيام الاثنين والخميس، قيام الليل ولو ركعتين قبل ما تنام، ما تكسلش، ورد القران ولو قليل، الحاجات دي سياج بيحمل فرائض، يوم ما تاثرش فيها. لكن ما الشيطان يبدا يكسلك عن الحاجات دي، يبدا بعد كده يراودك على الايه، على الفرائض، تبقى المشكله الكبيره. الكلام كتير في الحديث ده وفي روايات تانية، خليها نكملها ان شاء الله في الاسبوع اللي جاي. نسال الله ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.